تستخدم مركبات حمض الهيوميك بشكل موسع في الإنتاج الزراعي لتأثيراتها الإيجابية، حيث تستخدم في حالة ملوحة التربة أو ماء الري، الأراضي الجيرية، الأراضي القلوية، الأراضي الرملية، الأراضي الجديدة الخالية من المشاكل، ولكن لزيادة كفاءة الأسمدة بشكل عام. إنبات البذور وإنتاج الشتلات. لذا سنتعرف في هذا الفيديو إن شاء الله على ما هو حمض الهيوميك وتركيبه الكيميائي، كيف يعطي تأثيره، كيفية عمله، أفضل طرق الإضافة للحصول على أعلى استفادة منه، وهل يفضل إضافته منفردا أم مخلوطا مع مركبات أخرى، وذلك بشكل مبسط لتيسر وصول المعلومة دون الدخول في تفاصيل. حمض الهيوميك هو أحد الأحماض العضوية التي تنتج بشكل طبيعي من المادة العضوية في الأرض، وهي ليست مركب واحد بل هي عائلة واسعة من المركبات العضوية لها نفس الخصائص، وبعض تلك المركبات ذات الوزن الجزيئي الصغير تذوب في محلول التربة تحت الظروف القلوية. وعموما مركبات الهيوميك أكثر الصور شيوعا للكربون العضوي في البيئة. التركيب الكيميائي يتركب من عناصر الكربون والنيتروجين والأكسجين وكمية قليلة من الفوسفور والكبريت، ويتركب الجزيء من هيكل أروماتي يتضمن حلقات بنزين مرتبطة مع بعضها، وأحيانا يكون هناك بعض السلاسل الألفاتية للكربون. يحمل مجاميع وظيفية سالبة وموجبة الشحنة. الأكسجين الذي يحمل مجاميع وظيفية ذات شحنة سالبة تتضمن الكربوكسيل، مجموعة الكيتون، مجموعة الهيدروكسيل أو الفينول، مجموعة الأمين موجبة الشحنة. والتركيب الأروماتي هو السبب في النشاط الحيوي لتلك المركبات، والمجاميع الوظيفية الأربعة هي السبب في زيادة الساعة التبادلية الكاتيونية التي تصل من 400 إلى 600 ملي مكافئ لكل 100 جرام. كيف يعطي تأثيره أو كيفية عمله؟ ولتبسيط المعلومة فإن حمض الهيوميك يعطي تأثيره كالتالي: واحد، وهي الأهم، أنه يعمل كخالب للأيونات سواء كانت كاتيونات موجبة الشحنة أو أنيونات سالبة الشحنة، بمعنى أن المجاميع النشطة ترتبط وتخلب مختلف الأيونات سواء كانت كاتيونات موجبة الشحنة أو أنيونات سالبة الشحنة. وعملية الخلب هذه هي التي تعطي التأثير الإيجابي لحمض الهيوميك. فعندما يمتص النبات الماء فإن أحماض الهيوميك وما تخلبه من عناصر تتحرك بالقرب من منطقة الجذور، وبما أن المجموع الجذري سالب الشحنة فإنه عندما تتحرك أحماض الهيوميك بالقرب من الجذور فإن شحنة الجذور تتغلب على شحنة الحمض وتنطلق العناصر وتمتص من خلال جذور النبات. بالإضافة إلى أن هناك تأثيرات أخرى، منها أن أجزاء الهيوميك التي وزنها الجزيئي أقل من 3.5 دلتون تعطي تغيرات مورفولوجية تشابه فعل الأندول أسيتيك أسيد، مما يحسن من التمثيل الغذائي، كما أنه يزيد من ممبرين ستابيليتي إندكس وريلاتيف ووتر كونتينتس، وذلك بسبب صغر الوزن الجزيئي لأجزائه التي تصل للأغشية البلازمية وتعطي تأثيرها الجيد، مما تحسن من امتصاص العناصر الغذائية وتحسن من ثبات نفاذية خلايا الجذور. كما أن الحمض الهيوميك تأثيرات إيجابية على نمو مختلف الكائنات الحية الدقيقة، حيث تعتبر مصدر الفوسفات والكربون، فتحفز نشاط تلك الكائنات في التربة. ولتلك الكائنات الحية الدقيقة بعض الفوائد نذكر منها: تقوم بإنتاج بعض المواد المنشطة للنمو والنباتات مثل الجبرينات والأوكسينات والسيتوكينينات، تفرز مضادات حيوية تقلل من نمو بعض الممرضات في التربة، بعض الأحماض التي تنتجها البكتيريا مثل الثتريك لها قدرة على تكوين مركبات مخلبية إضافية تخلب العناصر، كما أنها تخفض من pH التربة مما تجعل كثير من العناصر ميسرة للنبات. تفرز تلك الكائنات الدقيقة مجموعات من الفيتامينات التي يمكن أن تزيد من تحسين نمو النبات. ولو أسقطنا طريقة عمله على التأثيرات الإيجابية المذكورة سابقا، مع العلم أن الموضوع يطول شرحه، ولكن باختصار شديد فبالنسبة إلى تأثيره في حالة وجود ملوحة في التربة أو ماء الري، حيث أكثر التأثيرات لأحماض الهيوميك تظهر في الأراضي الرملية والصودية الملحية، حيث تحسن من سعة مسك العناصر في الأراضي الرملية، حيث يرتبط حمض الهيوميك بكاتيون الصوديوم وأنيون الكلوريد ويقلل من تواجديهما بصورة حرة، وبالتالي يخفض من تأثيريهما الضار على النبات، مما يساعد النبات على تحمل تركيزات مرتفعة من الملوحة.
ويمكن تعظيم الاستفادة من هذه العملية بإضافة بعض المركبات التي تشجع على طرد الصوديوم من حبيبات التربة، كما يرتبط بكتيون البوتاسيوم والكالسيوم والألمونيوم ويحميهم من الفقد ويجعلهم في صورة ميسرة للنباتات للامتصاص بواسطة الجذور، خاصة أن الجذور ذات ضغط أسموزي عالي تستطيع تحريرهم بسهولة من الهيومن، كما تجعل النباتات تستجيب بشكل مختلف للإجهاد المائي عن طريق تحسين نمو المجموع الجذري نتيجة لزيادة الممبرين ستابيليتي إندكس وريلاتيف ووتر كونتينتس، وذلك بسبب الجزيئات التي يقل فيها الوزن الجزيئي عن 3.5 دالتون والتي تعطي تغيرات مورفولوجية تشابه فعل الأندول أسيتيك أسيد. وهناك اعتقاد أنه يحسن غلق الثغور خلال فترة الإجهاد المائي. وفي الفترة الأخيرة ظهرت عدة مركبات محملة على حمض الهيومك والفولفيك، ومنها العناصر الصغرى والتي تتميز بأنها تصل إلى ضعف كفاءة الأصناف المحملة على إيديتا. 2. تأثيره في حالة الأراضي الجيرية. من أهم مشاكل الأراضي الجيرية هو تثبيت عنصر الفوسفور بها، حيث يتحول الفوسفور الذائب إلى فوسفات ثلاثي الكالسيوم غير ذائب، وتزداد صعوبة تيسر الفوسفور مع انخفاض درجة الحرارة، كما تعمل على خفض تيسر الحديد حيث تؤدي إلى أكسدة الحديدوز إلى حديديك. وفي هذا المجال يمكن لأحماض الهيومك تحسين امتصاص الفوسفور من الأسمدة المركبة، وذلك بسبب أنه يقوم بخلب الكالسيوم ومنع الفوسفات من التفاعل المؤدي لتكوين فوسفات ثلاثي الكالسيوم. يمكن لمجموعة الأمين على أحماض الهيومك امتصاص أنيونات الفوسفات ويمنعها من الارتباط بالكالسيوم وتحسن من إتاحتها للنبات. يمكن لمجموعات الأكسجين سالبة الشحنة على أحماض الهيومك خلب الحديدوز ومنعه من التأكسد إلى حديديك. أما بالنسبة للأراضي القلوية فإن لخلب العناصر في الأراضي التي يزيد فيها pH التربة عن 7.5 دور كبير في تيسر عناصر الحديد والمنجنيز والبورون والزنك والنحاس والفوسفور وتقليل تثبيتهم في التربة، كما يرتبط حمض الهيومك بكتيون الصوديوم ويقلل من تواجده في محلول التربة بصورة حرة، ويفيد في هذه الحالة إضافة بعض المركبات التي تشجع على طرد الصوديوم من حبيبات التربة. وفي الأراضي الرملية يزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء بالإضافة إلى خلب العناصر ومنعها من الفقد وبالتالي رفع السعة التبادلية الكتيونية للتربة. وتأثيره في الأراضي الجيدة الخالية من المشاكل ولكن يضاف لزيادة الإنتاج للمحاصيل مختلفة بشكل عام، وفيها يعتمد أساسا على تقليل فقد العناصر الغذائية، ويزيد أيضا من كفاءة الأسمدة خاصة الأمونيومية حيث يعمل على خلب النيترات ويقلل من مشكلة الغسيل لها، حيث ترتبط بمجموعة الأمين على جزيء الهيومك، كما أنه أيضا يقلل من فقد الأمونيا بالتطاير حيث ترتبط بمجموعات الأكسجين السالبة. وبالطبع هذا الموضوع يطول شرحه وإن شاء الله سنخصص له فيديو خاص به. وبذلك فإن أضافة حمض الهيومك يرفع من كفاءة الأسمدة المضافة، كما أيضا يقلل من كميات المضافة للنباتات. أما بالنسبة لتأثيره في إنبات البذور وإنتاج الشتلات، فإن أجزاء الهيومك التي وزنها الجزيء أقل من 3.5 دالتون تخترق البذور عبر المسام محملة بالماء والعناصر الغذائية فتشجع نمو الجنين وتحسن من التمثيل الغذائي، وميكانيكية النقل تشبه الأندوبيوتيريك أسيد ولكن الطريقة بالضبط غير معروفة حتى الآن، بالإضافة إلى أنها تزيد من ثبات الأغشية ومحتوى الخلايا من الماء كما سبق القول. وفي بعض الدراسات تم استخدام حمض الهيومك بتركيز من 10 إلى 50 جزء في المليون في محلول التربة لإسراع من معدلات الإنبات. وفي دراسات أخرى أضافت أن نقع البذور قبل الزراعة من 6 إلى 12 ساعة لحسب نوعها بمعدل 500 جرام لكل 10 لتر ماء، ثم شطف البذور وزرعتها أدت إلى زيادة نسبة الإنبات. في دراسات أخرى أوضحت أن إضافة ربع إلى نص جرام لكل بيئة من مخلوط زراعة الشتلات أدى إلى نمو الشتلات بصورة معنوية. طرق الإضافة الصحيحة للحصول على أعلى استفادة، وهل يفضل إضافة الهيومك منفردا أم مخلوط مع مركبات أخرى؟ قبل الخوض في هذا الأمر نذكر أنه يتم استخراج الهيومك باستخلاصه عن طريق استخدام الشق القاعدي لأملاح البوتاسيوم، حيث يستخلص منها في صورة هيومات البوتاسيوم، وهي الصورة المنتشرة استخدامها تجاريا في الوقت الحالي. وبالنسبة للبودر فنسبة الهيومك فيه من 45 إلى 87% ونسبة أكسيد البوتاسيوم من 6 إلى 20%. وبالنسبة للطريقة الأفضل استخدامه للحصول على أعلى استفادة، واحد طريقة الإضافة، هل هي أرضية أم بالرش؟
وبالنظر إلى أن تأثير حمض الهيوميك يكون أساساً في التربة بيئة نمو الجذور كما سبق القول، فإن طريقة الإضافة الأفضل هي الإضافة الأرضية. أما الرش به خاصة للمركبات السائلة وتأثيراته الناتجة بالرش، فإنها لا تعود في الأساس لحمض الهيوميك إلا لجزء بسيط، وهي تأثير الجزيئات التي يقل فيها الوزن الجزيئي عن 3.5 دالتون، فبالتالي يكون تأثيره محدود جدا. ولكن يعود تأثير الرش بهذه المركبات المحتوى على الهيوميك إلى المكونات الأخرى التي تكون في المركب مثل الأحماض الأمينية أو الهرمونات النباتية أو اليوريا أو خلافه. هل يضاف منفردا أم مخلوطا مع مركبات أخرى؟ بالنسبة للمجال البحثي فإن الإضافة المنفردة له هي الأفضل، وذلك لمعرفة تأثير الحمض الهيوميك بالضبط دون تدخل أي مركبات أخرى قد تزيد أو تقلل أو تغير من تأثيره. ولكن في المجال التطبيقي للإنتاج فمن الأفضل خلط الهيوميك مع بعض المركبات التي تزيد من تأثيره بدرجة أكثر فاعلية عما لو أضيف منفردا. وهنا تقدر الإشارة إلى أن المركبات أو المواد الداخلة معه يجب أن تكون على أساس علمي، بحيث تحدد فيها مكونات المخلوط ونسبة الإضافة لكل مركب لكي تحقق الغرض من المخلوط.